بسم الله بسم الله بسم الله. كذلك بما أن بنو إسرائيل معقدين، الآية هي 40 ما مش وحدها، أنا أتحدث عنهم وعن حالهم، حال رثة، حال متاع الناس حبوا المذلة والمسكن، باش يقول ربي بهم وآمنوا، اللي مش يضمنكم الأمن يضمنكم النصر على الأعداء. ربي قالك وآمنوا بما أنزلت مصدقا، أنزلت أي التوراة ثم عبدوا بها، زادوا عبدوا بالزبور، وبعض الآخرين تبوا يعبدوا بالجوسبل الإنجيل، ولا تكونوا أول كافر به. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم أي القرآن، ولا تكونوا أول كافر به. أنتم أهل الكتاب، والأوائل في أهل الكتاب كانوا تبدأوا سنتم في تكريم الكتاب الخاطئ. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي واتقوا، أو قال فرهبون واتقوا، لا شيء مثل بعض، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أو نتعارض فرهبون فاتقوا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة، من عندهم حتى الصلاة إلا صلاة الشياطين المرجومين الملعونين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لا، هما الركوع ما يعرفوش، هما الأرباب وربي مش رب. أتأمرون الناس بالبر، يعني خطبائهم وفلاسفة بتاعهم بين ظفرين، ما يهار كله هما يتحدثوا لكن يلبسوا الحق لباس الباطل، والعكس كذلك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم والكرم كيف وكيف راهو، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تو أنت تتلو القرآن وتلبس الحق بالباطل، كيفاش قرأت القرآن؟ تقرأ فيه بالمقلوب كما السعرة، صلى الله عليه وسلم.